حلوة صح؟ أنا قطة فريدة وحلوة وقطة. يا علا تعالى نلعب سوا هناك. يا ولاد بس شوية، بطلوا شقاوة، مش عارف أشتغل. يا تامر سكت اخواتك. السلام عليكم، ازيكم يا ولاد؟ اهلا يا بابا. اتفضل يا حبيبي. ازيك يا بابا، اخبار صحتك ايه؟ انت اللي ازيك يا مصطفى، وازاي العيال والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ انا كنت الصراحه جايه افتحك في موضوع، بس عايز ردك فيه بكل صراحه. والله يا بابا ما اخبيش عليك، انا في ورطه كبيره قوي. العيال دوشتهم كتير وعايزين حد يرعاهم وخلي باله منهم، وانا مش فاضي بصراحه. الشغل والبيت مش فاضي، والعيال عايزين حد برضو يفضل معاهم طول الوقت. مش عارف والله يعني، واشقيه جدا مش عارف اتصرف ازاي. بالظبط كده، هو ده الموضوع اللي انا كنت جاي لك فيه. انا بصراحه كده عايزك تتجوز. جواز ايه بس يا بابا تاني بعد منى الله يرحمها؟ الولاد هيعيشوا ازاي وهيتأقلموا معاها ازاي؟ وبعدين فكرة الجواز تاني دي انا مستبعدها خالص. لا يا حبيبي ما تستبعدهاش ولا حاجة، فكر في الموضوع. وانا عندي بنت الحلال اللي ترعى العيال وتفضل معاهم وتبقى زي امهم بالظبط. بس انت يا حبيبي كده مش هينفع ان انت تخلي بالك من الولاد وتخلي بالك من الشغل وتخلي بالك من مدارسهم واحتياجاتهم، كل الكلام ده محتاج حد معاك. ماشي يا بابا، هحاول كده اشوف الدنيا فيها ايه وهرد عليك. معرفش اخلص الورق ده منه كل الحاجات فيها دوشه كده اهو. ازيك يا مصطفى، اخبارك ايه واخبار الولاد ايه؟ الحمد لله يا طارق. والله بس يا بابا جايب لي موضوع كده عمال يزن عليا فيه، بيقول لي اتجوز. والله عيني العقل، انا برضو شايف كده يا مصطفى، لازم ان انت تتجوز، جيب حد يرعى العيال وفي غيابك ويشوف مصالحهم برضو. يعني رعايه الاطفال مش سهله، لازم حد معاهم يرعاهم ياخد باله منهم، وانت كمان عشان تفضل شغلك برضو وتحاول تركز في شغلك اكتر. تفتكر يا طارق اخد الموضوع بجد يعني وافكر فيه؟ يا عم انت لسه هتفكر، وافق على طول، شوفها وقابلها واتفق معاها وخلص الدنيا. يا بابا انا معاك، يا بابا انا معاك، سلمي يا بابا. انا عايز اللعبه بتاعتي، تعالى تعالي من تامر. يا ولاد بقى زهقتوني، اقعدوا شويه مش قادر اشتغل منكم. السلام عليكم، ازيك يا مصطفى؟ ازيكم يا ولاد؟ بابا تعالى الحقني، انا في قرف. عامل ايه؟ قلت ايه؟ طمني. يا بابا ولو اني مش موافق على الفكره، بس فعلا مفيش حل قدامي غير كده. الولاد اشقيه جدا وانا تعبت بصراحه.